أصبحت مصر أكبر دولة مصدرة للكهرباء بالإضافة إلى كونها من بين أهم مراكز الطاقة على الصعيد الإقليمي، حيث تعتمد على مصادر متنوعة لإنتاج الكهرباء ومن بينها طاقة الرياح. وفي هذا الإطار أكدت محافظة البحر الأحمر أن محطات طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت تعد الأكبر في العالم من حيث المساحة وعدد التوربينات، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيه. بينما تعاني الكثير من الدول العالم من أزمة متفاقمة في مجال الطاقة، أصبحت مصر بوابة مستقبل للطاقة المتجددة من خلال تشجيع الدولة المتواصل على عمليات التنمية وتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في هذا المجال. وبعد أن كانت تعاني سابقاً من عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية، أصبحت مصر اليوم أكبر دولة مصدرة للكهرباء بالإضافة إلى كونها من بين أكبر مراكز الطاقة على الصعيد الإقليمي، حيث تعتمد على مصادر متنوعة لإنتاج الكهرباء ومن بينها طاقة الرياح. المشروع هنا بقدرة إجمالية مركبة 580 ميجا وات، تم تنفيذه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت بتمويل ألماني، سنة 2015 تم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى. المشروع الأول تم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في سبتمبر 2015 تم التشغيل التجاري بقدرة 200 ميجا، والمرحلة الثانية تم تنفيذها في شهر يونيو 2018. المحطة بتتكون من ثلاث مشاريع حاليا، وفي مشروع إن شاء الله أندر كونستراكشن إن شاء الله يخش الخدمة بإذن الله خلال العام القادم بإذن الله 2023 إن شاء الله. عدد التوربينات المتواجدة في الموقع الحالية 290 توربينة، قدرة التوربينة 2 ميجا وات. في محافظة البحر الأحمر تقع إحدى محطات طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت، وتعد الأكبر في العالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة حوالي 580 ميجا وات، وذلك من طاقة الرياح. بنقدر نتحكم في التوربينات الخاصة بالمشروع على حدة، من خلال حبينا نوقف توربينه، حبينا نعمل نشوف الصيانات الاعطال الكلام ده كله، في برضه معانا هجره الطيور بنقدر نوقف التوربينات من خلال الشاشات ديت، وهنا في السيلفرات اللي موجوده في الغرفه هنا بنقدر نستخرج البيانات عشان نقدر نتابع اعمال التوربينات. وتضم المحطه نحو 300 توربين للرياح من خلال ثلاثه مشروعات، يضم الاول منها 120 توربينا باجمالي قدرات تبلغ نحو 240 ميجا وات، ويضم المشروع الثاني 110 توربينات بإجمالي قدرات تبلغ نحو 220 ميجا وات، بينما يضم المشروع الثالث 60 توربينا بإجمالي قدرة تقدر بنحو 120 ميجا وات. وتتميز التوربينات الموجودة بالمحطة بأنها الأحدث في العالم.